إن شاء الله راح نتكلم عن اتخاذ التدابير التالية لتجنب الجفاف ولتخفيف من حدة الأعراض في مرض الإسهال حتى يتم الشفاء. طبعا تناول من 8 إلى 7 أكواب من الماء على الأقل من السوائل الخفيفة بما في ذلك من الماء والحساء والجالتين وأيضا العصير والشاي الخفيف. أيضا أضف الأطعمة نصف الصلبة المحتوية على نسب منخفضة من الألياف تدريجيا مع عودة يعني تقلصات الأمعاء إلى طبيعتها. وجرب يعني بسكويت الصودا الهش أو التوست الأبيض أو الأرز أو الدجاج. وأيضا تجنب يعني مشتقات الألبان والأطعمة الدسمة أو يعني المحتوية على كثير من التوابل يعني بشكل نسبة كبيرة جدا. وأيضا تجنب الكافيين والنيكوتين الموجود في الدخان. الكافيين الموجود في القهوة والنيكوتين الموجود في الدخان. ومن الضروري مراجعة الطبيب مباشرة عند الإحساس بأي ألم في المعدة أو الأمعاء الدقيقة أو الـ12. أيضا إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.